ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة أنا في مصر 17، فحبيت يعني إيه اللي أنا دي أنا طالع أطلعها في مصر 17. كل شغلي هنا في مصر 17 غلة، ما بشتغلش إلا بالغلة. الطعم دوت لما جيت اشتغلت بالطعم بدأت تخرف معايا، يعني الطعم ما بيشتغلش إلا بالله. فالشباب اللي هم هيجوا من بورسعيد أو دمياط ما تجيبش جمبري معاك، كل شغلك هيبقى شغلك بالغلة، غلة وبس. اما المصراويه والاسماعيليه طبعا دول عارفين، دول اللي اتعلمت منهم يعني. فهنا الشغل طالما قعدت في مكان ما تقومش منه، طالما انت جاد من اخر الدنيا عشان تقعد، تيجي مثلا اخر النهار وتقعد ما تقومش من مكان اللي انت قعدت فيه. السمك هنا بيقعد يلف الاحواض، تمام، بيجمع طبعا على الغلة اللي انت بترميها، ترمي كبشه كده وربنا بيستاهل. خليكم معانا، لو في حاجه هنصورها كده مع بعض. اللي بالجوز، الجوز اقسم بالله وحش يا بصراع النبي. هو اكبر لكم معانا الاخضر يا جدعان، برضو اخضر وابيض ان شاء الله شغاله يعني. لكم معانا ان شاء الله هيبقى يوم حلو ان شاء الله. واحده مباشره هي ومصيره. خليكم معايا بصراع النبي يا عم ان شاء الله. خليكم معانا يا جماعة. فلتت يلا تفرج. خليكم معانا يا جماعة، واحدة مباشر وربنا يسهل. الشغل الضغط بتاع كفاف، يا الله عظيم كفاف. خليكم معانا وكده يا جدعان. انا هقفل الفيديو عشان يعني التليفون بدا يفصل. ان شاء الله في حاجه جديده باذن الله، كل اربع باذن الله يبقى في تقرير في سمك، ولا يبقى في سمك بيعلم ده للشباب اللي هم يجوا رحلات والكلام ده. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده هنروح مصر 17. مصر 17 بالنسبه للناس اللي هم البورسعيديه يا حبايبنا، فانت بتطلع من منفذ الحي الاماراتي وبتاخد الطريق، تاخد الطريق اكنك مسافر بالظبط، مسافر على مسافر اكنك رايح ايه مصر مثلا. تقابلك اول كارته، اول ما نوصل الكارته هكمل هنكمل كده مع بعض. بالنسبه للشباب اللي هو الدمياط، الناس الدمياطه يعني، الناس الدمياطه بتيجي عن طريق الدائري. الدائري اللي هو المحور الدولي، دائري الدولي، بيجوا من الدائري الدولي كده كده بيدخلك اجباري على محور 30 يونيو. يعني هو كده كده لما انت مشيت من الدائري الدولي بيدخلك اجباري على محور 30 يونيو، تمام. طبعا بيقابلك برضه، هو بتقابلك اول كارته وانت كانك مسافر. اول ما نوصل هناك هقول لك تعمل ايه، خليك كده معايا وربنا يسهل ان شاء الله. ده وصف المصر 17، خليكم معايا. الناس جايه من دمياط، ده الطريق الدولي، يعني الطريق الدائري الدولي، هو كده كده بيدخلك اجباري على 30 يونيو، بيدخلك اجباري على طريق 30 يونيو، تمام. طبعا وبنكمل كلها كده مع بعض. البورسعيديه والدمايطه في نفس الطريق اللي هو محور 30 يونيو، اكنك مسافر على القاهره، تمام. خليكم معانا شباب. بصوا يا شباب، احنا كده ايه قربنا من اللي هي المحطه التحصيل اللي هي اول كارته، تمام. بينه وبينها 1 كيلو. اول ما نروح على هناك، طبعا الناس اللي هم اللي جايين من بورسعيد والدمايطه فهم ايه هيلفوا من جنب الكارته، من جوه الكارته هيعدوا الكارته ويقوموا مستاذنين، يقوموا لافين ايه ولافين تاني، هيلفوا كلهم راجعين، تمام. اما الناس اللي هم مثلا جايين من القاهره او مثلا جايين من اسماعيليه ولا الكلام ده، بعد هايبر 1 بعديه بنص ساعة تقريبا بالظبط، بعديه بنص ساعة بتقوم في
فتحه بتدخلك محور 30 يونيو، بتمسك محور 30 يونيو بتعدي على كارت تاني، الكارت الاولانيه والثانيه، الثانيه بتقوم معديها. استنى بقى هقول لك تعمل ايه، خليك معايا. طبعا يا جماعه ايه الكارت اهيت، فانت بتخش من الكارته في ملف بعدها بشويه كده صغيرين، بتقوم في ملف كده بتقوم داخل منه ايه شمال، تمام. الناس اللي جايه من بورسعيد ودمياط، انا عشان معايا مكنه فهلف عادي. اما الناس اللي جايين مثلا من القاهره والناس اللي هم جايين مثلا من الاسماعيليه هيمسكوا اللي هو الطريق اللي هو طريق المحور، فبيعدي اخر كارت بقى، اخر كارت اللي بتدخلك على ايه؟ على بورسعيد، تمام؟ يبقى احنا معانا القاهره والاسماعيليه وبورسعيد ودمياط، تمام؟ احنا بنلف بقى، احنا البورسعيد بيلفهم والقاهره والاسماعيليه بيمشوا على نفس الطريق، تمام؟ هتمشي حوالي 100 متر بالظبط، خليكم معانا في الحته ديت. بعد ما عدينا ايه، بعد ما عدينا الكارته، تمام، بنمشي حوالي بتاع 100 و200 متر بالظبط، 100 و200 متر، وبتمشي يعني في ملف بيدخلك بقى يمين، الملف اللي هو اليمين. انت كده بدات تخش اول طريق مصرف 17، خليكم معايا ثواني. علامة اهي، عربية الفول اهي، بعد عربية الفول على طول هتقوم داخل يمين، تمام، هتقوم داخل من يمين، هو كده كده في طريق كبير اهو، الطريق بيدخلك يمين، تمام. كده انت دخلت اول طريق مصرف 17، تمام، خليكم معايا. طبعا احنا دخلنا كده ايه، بدأنا ايه نخش هنا على ايدك، على ايدك الشمال في ترعة جميلة اهي، برضه في جميع دي برضه ايه فيها سمك، انت بتشوفه بعينك يعني، السمك اللي هنا اللي من ناحيه اللي هي الشمال ده، انت السمك ده بتشوفه بعينك، سمك كافر ده، تقعده بالليل يعني، عاوز تصطاده تقعد بالليل بتقعد. على فكره الناس اللي هم جايين من دمياط وبورسعيد، لو انت جاي بجمبري ما تجيش، ايوه لا ما تجيش، المكان هنا عاوز غله وعاوز طعم، طعم اللي هو دود ارض، تمام. وهنا برضه على ايدك اليمين اهي ترعة واسعة، الترعة الواسعة اللي ما بقعدش فيها، في ترعة وراها بقى، الترعة اللي وراها دي بسم الله ما شاء الله خيرات ربنا، تمام؟ احنا بنسميها ادوار، ادوار يعني اماكن، تمام؟ نكمل الطريق دوت للاخر، تمام يا شباب؟ احنا كده جوه ده جوه مصرف 17، خلي بالكم، اول ما هنقابل اللي هو اول خمس كباري، اول الخمس كباري دي بقى دي برضو جميلة يا جدعان، برضو فيها ادوار جميلة وفي ناس يعني ناس دارسة وفاهمة وعارفة هما بيعملوا ايه، يعني ناس كتير عارفة الأماكن ديت وجميلة يعني. خليكم معانا نخش جوا شوية وبعد كده نكمل تصوير. بصوا يا شباب، اللي هو شايفين المسجد الأصفر ده ورا الجامع ده، يعني قدام الجامع قصدي، قدام الجامع ده في ترعة جميلة والله أقسم بالله، يعني أنا زفرت قبل كده في الترعة الواسعة ديت ما خدتش حاجة، بس اللي وراها بقى زفرت الغلة وقعدت بقى بسم الله ما شاء الله. بالليل طعم بسم الله، هو اللي مش عارف اقول لك ايه، ربنا يفرجها ان شاء الله. وهنا برضو الترعه دي برضو كويسه يا جدعان، برضو لما بتشتغل ما يعني اقول لك ايه، لما مصر 19 بيشتغل انت ممكن تقعد ساعتين وتتكل على الله، يعني لما بيشتغل بقى بيبقى فقر يعني، الله اكبر بيبقى فقر على طول. طبعا احنا داخلين على اول خمس كبار اهي، مسجد اهو، في مسجد كمان اهو، بيقول في ترعتين ورا بعض، الترعتين ورا بعض. الطريق ده يا جدعان اللي بيدخلكم ري واحد واثنين وثلاثة، ري واحد واثنين وثلاثة لغاية شاهد العزة، ده أول كباري أهو، دي الكباري، تمام. طبعا احنا بنبقى ماشيين كده لغاية لما نخش كده جوه، طبعا انت بتكمل عاد الطريق تخش بقى في صيدلية اهي، صيدلية وجزار، تمام، صيدلية وجزار اهو، بتاع الزيت بتوع مكان يعني. احنا بنخش نكمل برضه ايه، بنكمل لجوه عادي، من اول البيت ده، البيت اللي هو لسه مبني جديد ده، كل ده كده حوض، خلي بالكم بس تريدي يعني. بس شباب عند البيت الاخضر ده برضه انا
البيت الاخضر ده في برضه بقى ايه الترعه الرئيسيه، الترعه الرئيسيه دي برضه في ناس بتسهر عليها ما شاء الله، موجود كل حاجه يعني، البولت موجود والقرموط برضه موجود، قراميط موجوده بولت موجود. الناس المصرويه يعني الناس اللي بتيجي من القاهره بتعمل رحلات بيجوا هنا بسم الله ما شاء الله، يعني الاماكن ديت ان شاء الله هم عارفينها ودارسينها يعني، واقول لك اكتر منه والله. تمام هنمشي كده شويه لغايه لما لكنك ده الطريق ده بقى بيطلعك على قناه السويس، الطريق ده بيطلعك على طريق اللي هو الطريق القديم. تمام فبتكمل كده قدام طبعا الاحواض كلها هتبقى على يمينك، على يمينك وانت رايح على قناه السويس، اما وانت جاي بقى من الطريق القديم بتبقى على شمالك. تمام هنمشي كده شويه وهنشوف كده مع بعض. طبعا يا شباب دي كانت والله العظيم اقسم بالله كل دي كانت احواض، يعني دي كل ديت كانت احواض اتردمت وبقت ايه اراضي، ما والله ما تعرفها بان مدافن دي ولا اراضي للناس. بص يا جدعان ده اول حوض اهو، اول حوض على ايدك اليمين اهو، بسم الله ما شاء الله شغال 10 على 10 ده برضه خلي بالك غله وطعم، وراها برضه ترعه، الترعه دي برضه شغاله 10 على 10. تمام اول حوض وفي تاني حوض بعده اهو بس صغير. تمام ده مفيش حد بيقعد عليه، بص الترعه برضه يا جدعان في فرعيات بياخدوا من الترعه ده الاراضي الزراعيه، اراضي فرعيات جوه بس مش جواها يعني. برضه هنا الحوض اهو، برضه ده جينا برضه خدنا منه رموط برضه ما شاء الله، حاجه جميله يعني. خد الحوض يا جدعان، الحوض اللي بنقعد فيه كل ده حوض بنقعد فيه، كل ديت الاحواض اللي بقولكوا عليها. لو طلعنا شويه كمان قدام برضه في الاحواض عند الجامع ده وعند المبنى بتاعت اللي هي مزرعه الفراخ كده شويه. يا رب يكون يعني الوصف على قد ما اقدر اقوله، ايه نزقكم يا جماعه ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.